عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا احنا الان في مشروع مارين سيتي، طبعا اكبر مشروع تقريبا على ساحل البحر الاسود. المشروع يتكون تقريبا من 7 ابراج، 4 ابراج امامية اطلالة مباشرة على البحر، 3 ابراج خلفية ايضا لها اطلالات على البحر. المساحة الاجمالية للمشروع 58,000 متر مربع، طبعا فيها المساحات الخضراء 37,000 متر مربع. خدمات، جميع الخدمات موجودة في المشروع وهي على البحر مباشرة. أمامها راح يكون المارين بإذن الله، تقع في منطقة يمرة على البحر مباشرة. راح نشرح لكم الآن بالتفصيل الشقق اللي موجودة فيها. راح نطلع للبلوك بي، هذا البلوك اللي انتم شايفينه في المنتصف. طبعا تحتها الخدمات اللي هي الكافيهات، راح تكون موجودة كافيهات، مواقف سيارات، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى جلسات عائلية. راح نطلع نصور لكم شقة تقريبا في الدور 12، راح نصورها لكم ان شاء الله من الداخل بالتفصيل. هذا المشروع مثل ما انتم شايفين على مرحلتين، المرحلة الأولى الأمامية وهي عبارة عن 4 أبراج، والمرحلة الخلفية 3 أبراج. طبعا عندنا 4 مسابح مغلقة، صالة جيم، عندنا الساونا، الفتنس، جميع الخدمات موجودة فيها، بالإضافة إلى ممشى داخل المجمع وأيضا مساحات خضراء وكافتيريا. وصلنا الآن للدور 12 البلوك بي. طبعا عندنا هنا المصعد هذا للمعدات الثقيلة أو نقول للأثاث. طبعا هنا عندنا الممر، طبعا المداخل واسعة جدا. هذا الممر، عندنا 3 مصاعد، يعني كل عمارة راح تخدمها 4 مصاعد، واحدة منها راح تكون الأثاث أو الشغلات الثقيلة، وثلاثة منها نقل العائلة. طبعا راح نشوف الشقة هذه 3 غرف وصالة، مساحتها 200 متر مربع، راح نشوفها من الداخل بالتفصيل. طبعا تشطيب سوبر ديلوكس، جميع المواد المستخدمة خاصة بالمجمع وهي درجة أولى. طبعا باقي آخر طبقة للبويا وراح ينتهي، راح تنتهي الشقة بالكامل. أول ما ندخل عندنا هالمدخل الواسع ما شاء الله، خلف الباب الرئيسي مباشرة عندنا الدواليب، راح تكون جاهزة في جميع الشقق مثل ما انتم شايفين. وهذه البوابة الرئيسية، طبعا من الخلف لونها أبيض حتى تتناسق مع لون الأبواب أو الدواليب. على يميننا مباشرة من المدخل عندنا المطبخ، ما شاء الله تبارك الله، تشطيب جميل جدا، جميع المواد المستخدمة درجة أولى. الأرضية طبعا سيراميك بالنسبة للممرات والمطبخ. بالنسبة للصالة والغرف راح تكون باركيه حتى تحافظ على تدفئة الشقة. عندنا هنا محل ومنطقة الثلاجة والميكروويف، أيضا الفرن. وعندنا هذه البلكونة الأمامية طبعا مشتركة بين المطبخ والصالة. طبعا الميزة إطلالة كاملة على البحر، والمشروع على البحر مباشرة مثل ما انتم شايفين، حتى الدراجين عاملين إزاز حتى تكون الإطلالة شرحة. عندنا هنا تمريدات المكيف، طبعا جهاز واحد، كمبرسر واحد راح يشغل جميع الوحدات الداخلية. هذا أمام البحر مباشرة. مساحة الشقة مثل ما ذكرت 200 متر مربع، والعمارة تتكون من 20 طابق، أو البرج يتكون من 20 طابق. إحنا الآن في الطابق 12، هذه شقة جانبية. طبعا الممرات عندنا سبوت لايت، ديكورات السقف، وهنا عندنا الصالة ما شاء الله تبارك الله مثل ما انتم شايفين. طبعا أبواب سحب حيث انها ما تاخذ مساحه، تطلع مباشره للبلكونه، وهذه الاطلاله امامكم. بالنسبه للتدفئه، التدفئه طبعا راح تكون مركزيه عن طريق الارض، تدفئه ارضيه، هذا مرغوب. بالنسبه للتكييف مثل ما ذكرت، كمبرسر واحد راح تشغل جميع الوحدات داخل الشقه. هذه الدواليب المخفيه، هنا عندنا الممر، طبعا في سبوت لايت. عندنا هذه الغرفة الأولى، مساحة
كبيرة ما شاء الله. هنا عندنا دورة المياه الأولى طبعا متكاملة. هنا عندنا الكلر يعني المخزن، هتكون فيها مثلا غسالة الملابس، سخان الماء. وهذه الغرفة الثانية زي ما انتم شايفين ايضا لها اطلالة جميلة على البحر. هذه الاطلالة على البحر. هذه غرفة النوم الرئيسية، طبعا جميع الغرف واصل لها تمديدات التكييف. بالاضافة الى عندنا نظام الانذار عند الحرائق لا سمح الله. وهذه دورة المياه تبع غرفة النوم الرئيسية متكاملة، فيها المغسلة، كلوزيت، ايضا المروش خلف الباب. هذا باختصار تصوير من داخل الشقة في مشروع مارين سيتي، افضل مشروع على ساحل البحر الاسود وافضل مشروع في منطقة يمر.